وكمال عمل ايه؟ نزل تنويه في التلفزيون ان الصوره المتداوله دي غير معبره اطلاقا عن حاله الرئيس الصحيه دلوقتي. بس زي ما حضرتك عارفه. بس ايه بقى؟ الناس يعني الناس ما عندهاش اي ثقه في الاعلام الحكومي. ساعات بحس انك ضد هاشم مع انك كنت من اشد المتحمسين ليه وهو من الحزب بتاعك. مريم، بص يا مريم، خدي بالك من ابن الرئيس. اصل ابن الرئيس جزء لا يتجزأ من الرئيس، يعني احنا هنا في البيت كان واحد. ماشي؟ اه طبعا. على اذنك. اوي اوي، انا هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه لحد ما اوصل للرئاسة. مش عشان كنتوا بس، عشان انا مقتنع ان هو انسب واحد يحكم البلد ديت. بصراحة يا هاشم أنا مش فاهمك بقالي كام يوم. وأنت إزاي بقيت مأمن لمريم بالسرعة دي؟ يعني إيه مأمن لمريم بالسرعة دي؟ يا مريم دي مش بنت عمك ولا إيه؟ بنت عمي أه. بس مش سهل. ما تقلقش يا ريس. أنا حقنعها تسيب كل حاجة وتيجي. أستاذة مريم؟ أيوه. في واحد عاوز يشوفك. واحد مين؟ مش عايز كلام كتير، هتيجي معانا بالذوق ولا ناخدك بالعافيه؟ عافيه توصل يلا مش عايز كلام كتير يلا. لسه مكملين معاكم سهرتنا النهارده في مساء الخير يا رمضان. وسؤالنا النهارده من مسلسل السيده الاولى، زي ما شفنا في الكليب دلوقتي حالا، سامح بيقول عليها اللي هي مش سهله، فممكن يكون ليها اعداء كتير قوي عايزين يخطفوها. سؤالنا النهارده، مين اللي خطف مريم؟ هل هو واحد سامح، اتنين والدها، تلاتة واحد من منافسين هاشم الرئيس؟ قالوا لك تقولي ايه بقى عليا في الكنترول؟ اتفضلي اعترفي اعترفي. ولا اي حاجه. كذب كده عشان سمعت هو كان بيقول ايه. سمعت طب هو قال لي ايه؟ هو قال دلوقتي ولا اي حاجه. فكري على فكره، فكري الاير بيس مفتوحه لينا احنا الاثنين، ما هو يا تقول لحد والتاني ما يبقاش سامع عشان ما نبقاش شريرين، يا اما ما تلعبوهاش كده. هو قال لي اقول لك يلا اديني طلعتك بالفاصل. لا على فكره هو اللي طلعني مش انت، المخرج فكري هو اللي طلعني. فكري قال لي اقول كده. المخرج فكري هو اللي قال لي باسم انت اللي هترجع من الفاصل. عامه تعالوا دلوقتي نكمل كلامنا وقول لهم ارقام التليفونات عشان ما ينسوهاش. عايز افكركم برقم التليفون، ممكن تكلمونا من اي موبايل على 2205، ممكن كمان تكلمونا من اي تليفون ارضي على 0999955، او ممكن كمان تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 95181 لو عرفت الاجابه الصح. وسؤالنا النهارده هو ايه؟ سؤال كمان مره بيقول مين اللي خطف مريم؟ هل هو واحد سامح، اتنين ابوها، تلاتة حد من منافسين هاشم؟ وعايز اقول لحسين منصور بيبعت مسجز او اس ام اس كتير جدا. حسين خلاص انت بقيت صاحبنا هنا هو في مساء الخير يا رمضان، في مسابقه مساء الخير يا رمضان. وعايز اقول لك الاجابه اللي انت بتبعتها صح. بس يا رب برنامج. الكمبيوتر يختار البرنامج يعني. يا رب هنقول يا رب. ومريم اعتقد برضو بتبعت مسجز. تفتكري مريم اخت حسين؟ ليه مريم اسمها ايه؟ معرفش، ما هي بعتها مريم بس ايناس ولا ايه؟ مش مريم عماله يعني دلوقتي. منى خرمت لي ودلي بتقولي ايناس ايناس ايناس. ليه منى بتعملي فينا كده؟ ليه منى؟ على فكره منى انت بتعذبينا. سكريبتات وقرينا حفظ وحفظنا، انت بتعذبينا. ليه منى يا عبد الغني؟ عامه هي منى شر. منى ملهاش صوت تقدر تقوله على الهوا دلوقتي. تصدق انا لا انا في حلقه هجيب منى، هجيبها تقعد هنا. ايوه هنا اهو عشان نعذبها زي ما هي بتعذبنا. يا جماعه منى بتعذبنا بجد. لا بس بجد عايزين نقول حاجه، منى عبد الغني معده البرنامج وبتساعدنا طبعا في حاجة في البرنامج، اكتر واحده بتتعب بجد. منى بتكلمني اكتر من بابي ومامي في التليفون، اكتر من ابويا وامي بجد. منى بتيجي ها سالي جهزتي، سالي ها سالي ها طب قريتي طب وتيجي انا احط ميك اب، طب اقرا لك كمان مره، طب ممكن يا جماعه تسمع كمان مره، طب لا يلا قبل مايكات. منى شابو والله العظيم على راسنا. طيب الاختيار الثالث ممكن يبقى حد الحد ممكن يبقى حد من منافسين هاشم الرئيس هو اللي خطف مريم. وفي دوافع. ايه الدوافع يا استاذ سالي؟ الدوافع ان هي عارفه معلومات كتير. يعني هي دلوقتي دخلت بيت الرئيس وتوغلت جوه، بقت مع مراته بتقومه على مراته وتقوم مراته عليها بطريقه رهيبه شريره بجد. بقى ده الشر يا منى مش اللي انا بعمله فيكو. غير كده ان هي معاها المعلومات. بتقولها انت؟ انت عايز كنت عايز تقولها انت؟ لا عادي يا سالي يعني. لا عامه هي زي ما سالي قالت هي. طب طالما هي عادي قلتها ليه؟ ما كنت خليتني اكمل. خلاص يا باسم. زي ما سالي قالت
مريم معاها معلومات كتير وبقت اقرب للرئيس من مراته حتى. يعني شفنا في حلقه النهارده انه كان في مؤتمر المفروض الرئيس ومراته يروحوه، هي اقنعت مراته اللي هي تقعد وما تروحش، وهي اللي راحت معاه وكان عندها معلومات كتير جدا، لانه كانت في لقطه كمان انه مريم اخذت معلومات من اللابتوب بتاع مرات الرئيس الاولى اللي هي بتقوم بدورها انوشكا، والمعلومات دي كانت معاها. فممكن فعلا الدافع للي خطف مريم حد يكون من منافسين الرئيس هاشم او هاشم الرئيس علشان يكون عندهم معلومات. ولان هو لو كان عايز يبتزه كان خطف اي حد من ولاده، لكن هو ويطلب فدية هو مش عايز فدية، هو عايز يخطفها عشان يجيب معلوماته بس، معلومات هتفيده، فهو عمل كده عشان يخطف ماري. طيب احنا معانا اعتقد مارينا من القاهرة، صح الاسم ولا غلط؟ مارينا. ماشي مارينا، مساء الفل. الو الو اموتي يا هو على الالو بتاع السالي. ايه ده بقى؟ طيب لا مارينا كمان مره. يا كزوفي يا كزوفي. طيب مارينا اقفلي التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون. مارينا مش هقول الو. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ طيب انت عندك كام سنه؟ 7. You're 7 years old. انا اختار رقم 2. اختار رقم 2 اللي هو ايه؟ انا عايزه اختار رقم 2، انا بحبه. هي بتحب رقم 2. هي بتحب رقم 2 وعشان كده اختارته. طب انت اصلا بتتفرجي على مسلسل يا مارينا؟ ايه؟ بتتفرجي على مسلسل السيده الاولى اصلا ولا لا؟ اه. طيب وانت مقتنعه اللي هو رقم 2 اللي هو ابوها؟ اه. طيب بالتوفيق عامه و شطوره يا مارينا، وكلمينا دايما حبيبتي. باي باي. انا مبسوطه انه لا الاجيال صغننه. انا بحب هم كلهم عامه قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون ومتابعين كل المسلسلات، فعشان كده هم اللي بيكلمونا بيقولوا لنا اجابات، بس برضو عندنا ايج جروب كبير يعني. هم احنا اللي كسب معانا كان حاجه 40. ايوه ده حقيقي. غالبا الكبار بيناموا بدري. اه فكري. اه لئيم. عندهم شغل الصبح. اه النهارده السبت بكره الحد صح؟ احنا الويك اند بس اللي كانوا بيكلمونا الكبار. معانا مين على التليفون؟ طيب منير. سهير. الو. اي سهير. الو 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 الو. ايوه هو انا بختار. أيوة. انا متلخبطه ما بين اول اجابه وثاني اجابه. ثاني اجابه الاولى والثانيه. طب انت عندك كام سنه يا متلخبطه انت؟ انا بسالها سؤال. استنى بس. 9 سنين. تسع سنين بتقولك انا متلخبطه. شايفه ايوه البنت متابعه المسلسل وبتفكر. طب ايه اللي مخليكي مقتنعه بالاجابه الاولى وايه اللي خلاكي مقتنعه بالاجابه الثانيه ومتلخبطه ما بينهم؟ هو الاجابه الاولى اللي هو كان سامح عايز ينتقم منها، والاجابه الثانيه اللي باباها عايز يعني يوقف عند حدها بس. طب يعني مش مقتنعه برقم 3 دي خالص خالص؟ لا مش قوي. لا مش قوي، بس احنا لازم ناخد اجابه واحده بس منك يا سهير. انا بختار رقم 2. رقم 2 اللي هو باباها. اه شطوره حبيبتي انت، على فكره بتتكلمي زي الكبار قوي، انت عارفه كده؟ شكرا. العفو. دوريان وكلمينا دايما حبيبتي. باي باي. وبتقولي لها شطوره على اساس ايه؟ يعني هي الاجابه الصح يعني؟ لا طب لا شطوره عشان بتتكلم زي الكبار، انه هي اقنعتك بالاجابه يعني هي عندها دلائل. انا عايزكم تركزوا اللي احنا عمالين بنلخبطكم من اول الحلقه. ممكن تبقى رقم 1، ممكن تبقى رقم 2، ممكن تبقى رقم 3، ده حقيقي. ايوه. معنا مين من مطروح؟ احمد. احمد مطروح. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت كلمتنا امبارح. ايوه ايوه. لهجه اهالي مطروح دي بنسلم عليكم كلكم. ربنا يخليك. قول لي يا احمد الاجابه رقم كام؟ الاجابه ان شاء الله رقم 1. رقم 1 اللي هو سامح. اللي هو سامح مقتنع بيه، حاسس اللي هو الشرير قوي لدرجه اللي هو ممكن يخطفها عشان يعلمها يعني. اي والله ما عليك. انا قلت يعني انا اتفرجت على المسلسل بس لحد ما جه خطفها. اه لا فين بالظبط بصراحه. انت مين اللي جنبك طيب يا احمد؟ مين اللي جنبك عمال يزن؟ ادهم. ده ادهم ابني. ادهم بيزن ليه يا احمد؟ عنده كام سنه ادهم؟ سنه شهرين. ايه ده ما بيتكلمش؟ انا كنت قايل لك الدنيا هنا خلاص بقى سلمنا على طنطير مذيع. يزن براحتهم ادهم عنده سنه وشهرين، ربنا يخليه لك يا احمد وخليك واثق في اجابتك لو انت متاكد ان هي دي الصح، وان شاء الله تكسب. ميرسي يا احمد. شكرا يا احمد. باي باي. انت اخر كلام انت يعني انا اخر كلام في الاخر. هل انت مقتنعه بانهي اجابه؟ الاجابه رقم 2 باباها.
وانا كمان. عشان انا خليتك تغير. انا مقتنع بيك. اذا كنت انا اللي قلت كل الاسباب اللي ممكن فعلا تخليه ابوها. وانا اقتنعت بكلامك ومن حقي كمذيعة ان اختار رقم 2. حقك يا كبير. كمان مرة سؤالنا النهاردة بيقول مين اللي خطف مريم؟ هل هو سامح ابن عمها؟ هل هو ابوها ودي الاجابة رقم 2؟ وهل هو حد من منافسين هاشم الرئيس ودي الاجابة رقم 3؟ كلمونا على ارقامنا. اقول اتفضلي باشا. اتفضل يا باشا. كلمونا من اي موبايل على 2205، او ممكن كمان تكلمونا من تليفون البيت على 0999-55. ممكن تبعتولنا SMS على رقمنا هو 95181 95181. والتصوير التصوير ايه؟ التصوير التصوير هيخلص. شفت الكاميرا فقلت التصوير. التصوير انت الكاميرا دي اسهل صح؟ هم كلهم سهلين يا سيدي. لا يعني دي انا مستصعباها النهارده. عشان نقول للناس بس ان التصويت مكمل بكره لحد ميعاد الفطار. تقدروا من دلوقتي لحد ميعاد الفطار بكره تبعتوا لنا كل الاجابات بتاعتكم اللي انتم شايفينها صح. انا عايزك قبل ما نختم تقولي حاجه. احنا خلاص هنختم. بس معانا تليفون. عايزك تقولي حاجه بس. ايه؟ الو. قولي الو. ارجوك. ما تتقالش كده. قلت لها ازاي؟ الو. الو. ايوه والله والله. هي بتتقال كده جدا على فكره. الو. وما بيقولوها ازاي؟ الو. 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 بس خلاص. خلاص. طيب. سالي بتقول هي مقتنعه بالاجابه رقم 2، انا بقول ان ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3. لا انت قلت مقتنع برقم 2. انا بحاول الخبطهم يا سالي. ابوس ايديك. سيبني سيبيني الخبطهم صح. ليه؟ لان كل الاجابات بجد تنفع، لان كل واحد من الاجابات عنده دافع ودافع كافي ان هو يأذيها او يخطفها. عايز افكركم ان التصويت ممتد لحد بعد الفطار. المسابقه دي والله لا فيها كوسه ولا نعرف حد. انا بحلف على الهوا وانا قد كلمتي ما اعرفش حد. الناس بتكسب كده. ايمان جربت تكلمنا النهارده، اللي كسبت معانا النهارده جربت تكلمنا بقالها 7 ايام، خلصت الكريدت بتاعها وفي الاخر كسبت الميني ايباد. فخلاص انت لو عرفت الاجابه الصح ابعت لنا على 95181. دي الطريقه المضمونه اكتر او الاسهل. او الاسهل. عامه حلقتنا النهارده خلصت. هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد، مسابقه جديده، سؤال جديد، واكيد جايزه جديده من الساعه 1 لحد الساعه 2 مع سالي عبد السلام وباسم كميل في مسابقه مساء الخير يا رمضان. تصبحوا على الف خير. باي باي. يا رمضان